منتي شي رخيصة. جو سوي سور كو بزاف د المرات تلاقيتيو مع الناس ولا عاشرتيو الناس اللي هما دايما كيسامحوا في راسهم كيخليو كلشي يدوز قبل منهم، حتى كيولي في الاخر كيولي هما الاختيار نمبر جوج، ما كيكونش اختيار نمبر واحد. خليني نعطيكم شي امثله باش تفهموني مزيان. الله يخليك، راه كاين شي واحد خاصو يمشي يجيبوه في المطار وحنا بجوج بينا، هذا ما مساليش وهذا عنده. الله يخليك، ماشي ممكن تمشي تجيبيه انت من المطار. اه نمشي، ما كاين حتى مشكل. حاجه واحده اخرى، جالسين كناكلو وغتجلسي في واحد البلاصه في الطبلو، غيقول لك لا لا الله يخليك انت ما يمكنلكش تمشي تدوزي، تجلسي في بلاصه اخرى، هذه البلاصه بغيناها لفلانه. اه ما كاين حتى مشكل. افيت بلا ما تشعر هذيك الشخص ولا هذيك السيد ولا هذيك السيده كيبلاصي راسو من مورا الناس، ما كيختارش راسو ك نقولوا نيميرو واحد. كيجي كيقول لهم ما كاين حتى شي مشكل، انا عطوني على النمره جوج. دايوغ كتشوفوها حتى في الخدمه، كاين في الخدمه اللي كيكون نيميرو واحد يقدر يتحكم في شركه، يقدر يتحكم في شي مهنه اللي هي ديال السياسه، كيقدر يتحكم في شي مهنه. وكاين اللي كيقول لك لا 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 انا خليني غير في النمره جوج. كنوعدكم الا اختاريتوا راسكم كنمره جوج، كتعطيو الفرصه باش العالم يختاركم كنمره جوج. لا يعقل تمنى الاخرين وترجى الاخرين يبلاصيوك كنمره واحد وعطوك القيمه ويحترموك وعطوك الاختيار دائما في الاولويات. الا انت براسك عطي راسك القيمه والبلاصه ديال نمره جوج. الوغ اليوم بغيت نعاود لكم، خليوني نعاود لكم القصه ديال اسيا. اسيا صاحبتي عيطت لها واحد النهار، قلت لها اسيا شخبارك لاباس عليك كدايره الحمد لله فينك؟ قالت لي انا في القهوه مع لالا اسيا. قلت لها يا مرحبا بصحتك، شكون هاد لالا اسيا؟ كنعرفها. قالت لي ويلي لالا اسيا هي انا، علينا كاين ما احسن من لالا اسيا. لالا اسيا كناخذ بيدها وكنديها وكنخرجها وكنصفرها وكنفششها، ويا ويلو اللي ما تهلاش ليا في لالا اسيا. مشيت وجيت قلت يا ها كيفاش الواحد كيقدر يحط راسه في واحد المرتبه كما كنقولوا حنا عندنا، فيما حطيتي راسك تلقاه، ولا حطيتي راسك في النخاله كاين نقبوك الدجاج، هي هذيك. وقلت واو هذا درس عطاته ليا بعدا. وليت انا من ذاك العهد كنقول شوفي الله يخليك فيما تعيطي ليا حتى انا عيطي ليا شخبارك لالا نهيد. مني درتها كتمرين، حيت انا كتعرفوني ما كنعطي حتى حاجه اللي انا براسي ما جربتهاش. مني درتها كتمرين ما يمكنلكمش تصوروا شحال المعنويه ديالكم كتطلع، شحال المعزه اللي عندكم كتطلع، شحال الحب والحنان كتصيفطوه لراسكم. بلا ما تشعروا كتوليو بحال كتكون عندكم واحد الطاقه اللي الاخرين كيشوفوها فيكم وهما كيدوزوك من نمره جوج. هذيك النمره جوج ديال وهذا ما عليش وعطوه اللي كان وياكم اللي كان ويشرب اللي كان ويتسخنا وما عليش، وهذاك راه دايما كيسامح حقه حقه ظريف ولا ظريفه، كيدوزوك النمره واحد ديال اتونسيون هذيك راه لالا اسيا اجرك على الله وخاصك اللي تهلا فيها، حيت هي براسها مهليه في راسها. ندوز الاخرين قبل مني صافي سالينا، ندوز راسي قبل مني هذا هو اللي خاصك دير، وهذا الشيء اللي بغات هذا الوقت. غير وكان كنكونوا متفقين ما كنهضرش على الانانيه، ندوز راسي انا الاولانيه في واحد البيئه اللي هي ديال الحب وديال الاحترام وديال العنايه، وماشي باش نكون انانيه. كتعرفوني مزيان ما عنديش مع الشفوي الله يداوي. اول وحده جربت هاد التقنيه جربتها انا، وما نكذبش عليكم شحال زوينه. بعد مرات راجلي كيقول لي فين غاديه، كنقول له انا غاديه ندي لالا نهيد دير سباغ ونتهلا فيها بشي ماساج فاعل تارك وتشرب شي قهوه وترجع للدار، كيموت بالضحك. مي او ميم طون كتعطيني واحد لا فورس، واحد الثقه في النفس، واحد الحب والحنان كيجاوبني هو ايوا هي عندك الحق تهلاي ليا في لالا نهيد. ايوا الا نتوما بغيتيو تسمعوا هذه الجمله تعلموا كاملين من لالا اسيا. ايوا الا كان غير اليوم كانت معاكم لالا نهيد هذا هو، والله يحفظكم.